صار بمستشفى الحريري، طعنا البلد كله سوا. قليلي يا زلمة. وليه ما بتقشعي وليه؟ وليه كسرتي لي السيارة؟ الله لا يوفقك إن شاء الله. لسه بوسك ولعبك يا رحمن. شو ما في يا أبو الجويد رحمن؟ مرتك من نوع النسوان اللي بينكد؟ يعني انت موظف عم تفش خلقك عندي؟ انا مدير، لمين بدي فش خلقي؟ ما حدا حاسس فيه. دخيل اجريك اوعى تروح على المدرسه. دخيلك شو؟ مي نو بروبلم، بس ست الوالده بيج بروبلم. يا اخي عطلان هم، يرحلونا على سوريا. ليك شو اذا ما رح تنام رح اقول لابو كيس يجي ياخدك. شو حلو الحياه، معقول في ناس هالقد متواضعه؟ متواضعه؟ ابو راس يعطيك العافيه. هلا حبيبي قلبي. نقعد شوي معك، شو اخبارك؟ تمام. خبرني انت كيفك؟ تمام كتر خير الله. خبرنا شو عندك، شو اخبارك؟ اللي صار بمستشفى الحريري، طعنا البلد كله سوا. قليلي يا زلمه. انت شو رايك بالموضوع؟ انا رايي شو بدي خبرك رايي لخي؟ مجرمين اجرام. ليه شو اجرام؟ انا ما مارق على راسي. كل شيء خيك ابو راس عنده ملفات حافلة، اجرام ما اجرام، بس هيك شو انا نقطة ببحرهم؟ لأي ابو كاسة؟ لأي عيدي امين؟ لسفاحين هودي؟ اي والله الله يساعد العالم، الله يساعد العالم. شو بدي اقول لك؟ بس ليك بكره والله لا يجرجرون واحد ورا الثاني، بدي احطوهم تحت سبع عرض، حبسوهم كلهم. اقل شيء يعملوا اقل شيء يحبسوهم. الحكمة بالمستشفى يعني قصدك؟ كلهم سوا يحبسوهم؟ لازم. لا مش صيدلانية يعني؟ بعلبك ورفقاتك؟ لا ما خاصة. ما خاصة؟ وزارة الصحة كلها سوا يعني بدي لك؟ لا أبو خي شو بك أنت ما عم تستوعب؟ ما عم نسأل. طب مين قصدك يا خي يحبسون؟ ماشي يا عمر. لك المرضى، مرضى بدي يحبسون، هول المرضى اللي خلصوا اللي شفيو، ولا بدي دكوهم بالحبس؟ حتى اللي ماتوا بدي يجيبوا أهلهم يحبسون. شو سايبة؟ هن الحق عليهم 100% لو خي. شو حدا بيعمل عملتهم؟ هذا بيروح بتحكم مستشفى حكومي؟ هلا انت اذا رحت تحكمت بمستشفى خاص عادي، هيدي حكمه جنحه، بس تروح تتحكم مستشفى حكومي لها جنايه. والله قول ان شاء الله ما يحطون مقبض كمان. شو بدك؟ قال شو؟ قال فكرهم انه هن يلعبوا بالجسم الطبي ويزمطوا فيها. حلو. روح حبيبي روح. اي رايح تشرب شيء؟ جيب لي فنجان قهوة. ما تأخر. وليه ما بتقشعي وليه؟ ليه كسرتي لي السيارة؟ الله لا يوفقك ان شاء الله. لسه بوسك ولعب بتقلي ولي ولا؟ ليكي اوعى تكبري بالحكي. ها انت مقبورة ما بتعرفي تسوقي وفتي فيي. بدي نكبك الساعة اللي انت فيها مقبورة. انا المقبورة وليه؟ بدي فرجيكي بده ينقضي والليلة. لا خوفتيني، مقبورة ونص. انا بفرجيكي وليه؟ انا بفرجيكي وليه؟ لحظة مدام، الله يوفقك يستر على عرضك، ما تقوصيني. بس لحظة في طلب صغير فيي، بس ناخد سيلفي هيك، لانه انا بحب كثير اخد سيلفي وبتكون ذكرى لإلي هيك بعد ما ماتي يعني. فينا ناخد سيلفي انا وياك بليز؟ هيدا بس اخر طلب. ذكرى معينك. مش معقول شفت عليه؟ سبحان الخلق كيف عم تطلعي.
طب انه هلا شو عندك انت؟ انا ماشي، قلت انه رايح اعمل شوبينج. شوبينج؟ طب شو رايك هيك كافيه انا وياك ونرجع تعمل شوبينج؟ انه ايه اذا بدك بنعمل شوبينج سوا. يلا يلا اوكي الحقيني. اوكي شو حلو هالشوب، متغزه مش مثل اللي عندي. يا ابو جويد يا ابو جويد، دخيلكم دخيلكم. ولي شوفي شوفي سامع شوفي رحمان، شو ما في يا ابو جويد رحمان، ام جويد رح تموت. ولي سدي بوزك، احسن ما علي موتك. ها اسكتي، احسن ما علي موتك. شوفي جيب لي مي زهر، جيب لي مي زهر يا ابو جويد رحمان دخيلكم. ايش عندنا مي زهر؟ جيب لك مي توت يا دخيلكم. دخلكم عم بتنكت يا ابو جويد، دخلكم رحمان. ولي شوفي رحمان، ليش عممت رحمان؟ ولي حشتنت بي، ولي حشتنت بي. شوفي ماتت امك؟ لا يا ابو جويد، راح راح يا ابو جويد. ولي من اولي راح راح، مات ابوك. منبلش بحسر الارث. يا رايت يا رايت، راح يا ابو جويد. كل الضايع عم بيقولوا انه راح. ولي تروح روحك بقى، قولي لي من اولي راح. ابو مالك التل، ابو مالك التل، من جد يا ابو جويد كل ضايع عم يحكم الموضوع. ايه راح 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 بهمة الشبيب. شوي ليش انت عم تفرجينا الشبيب يا ابو جويد؟ لك لا، هني شافوه وروحوا. يا ابو جويد يا ابو جويد، ما انت كنت تقولي انه ابو مالك التلي الي اني وحدي؟ كل جمعه تخدني ورا التلي وقول لك انا شوفاي شوفاي يا ابو جويد ورا التلي، تقولي بدي فرجيك ابو مالك التلي، بدي فرجيك يا ام جويد. يعني هلا خلص راح، ما بقى فيك تفرجيني. بلا 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 يا ام جويد، بلا بفرجيك بفرجيك. من جد يا ابو جويد بدك فرجيني ابو مالك التلي؟ لا بدي فرجيك نجوم الظهر. ولي يا ابو جويد لك لكت. بدي اسألك شيء، هلا انت مرتك من نوع النسوان اللي بينكد؟ نكد؟ يعني شو ما عملتلها بتضل تنق، وشو ما جبتلها ما بيعجبها العجب؟ مرتي النكدة يعني بدك تقلي؟ اصلا هو في غير نوع نسوان عن هيدا النوع؟ ما زلت كل حبيبي. سكرتيرة بدك تشوفني. اهلا وسهلا. ايه يا حبيبي شو؟ مرحبا حضرة المدير. بصراحة مش عارف شو بدي اقول لك ومن وين. لا شو انت موظف عندنا هون؟ نعم انا طلعت. ولا؟ اهلا وسهلا فيك طلال، اهلا وسهلا. اذا موظف عندنا هون ما بدك تستحي، احنا فاميلي بزنس. ايه طلال قول شو بدك، يلا قول قول حبيبي. اهلا وسهلا فيك. انا بصراحة حضرة المدير مش عارفين يعني كيف شو بدي اقول لك من وين بدي بلش، بس مثل ما بتعرف انت الوضع الاقتصادي ايه، وهلا القصص كيف صاير، الغلاء الفاحش بالبلد ايه، انت بتعرف ايه انه علوا سعر كل شيء، صحيح كل شيء غير سعره ايه، يعني البنزين علوه ايه، والكهرباء علوها والموتور علوه
وكل شيء حلو مزبوط. حتى اقساط المدارس عليت. مزبوط 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 عليت الاسعار كثير، يعني انا مصاريف في الشركه كمان ما عم لحق عليها، عليت كثير الاسعار. شو بدي اقول لك يعني، يعني انت موظف عم تفش خلقك عندي، انا مدير لمين بدي فش خلقي؟ ما حدا حاسس فيي. كلنا حاسين فيك حضرتك. واو كلنا، نحن حاسين مع حالنا بالاول، ما حاسين يعني كلنا حاسين معك. انا حضره المدير وحيه عيوني والله، مش يعني شو بدي اقول لك، ما بيلحق يوصل خمس الشهر الا بيكون كل معاشي طار. اوه طيب سهل لي شوي يا حبيبي، قل لي شوفي شو طلبك. يا ريت بس يعني بتعلي لي شوي مع كل شيء علي بالبلد، يعني لو هيك نقزي بتعلي. عليته عن جد؟ عليته. ما حدا قال لي عن جد عليته؟ ما قلت لها للسكرتيرة تقول لك حبيبي. ما قالت لي عن جد؟ ايه حضرتك طول بالك كريستي، طول بالك مهدوم، انت اول مره بشوفك. ايه كريستيا؟ نعم حضره المدير. ما قلتي له لا ذكري اسمك طلعت. ايه ما قلتي له لا طلال انه من اول هيدا الشهر عليني له معاشه؟ لا ما قالت لي. كذاب. لا والله ما قلتي لي. شو كذاب؟ ما قلتي لي انه علي معاشي؟ كذاب. شو كذاب؟ ما حدا قال لي. مش دايما بحط لك اياه على المكتب؟ مزبوط. طيب انا باول هالشهر حطيت لك اياه على ظهر الخزانه، قلت لك جيب السلم تا تطلع تاخده. مزبوط مزبوط. بيكون عليني ايه ولا لا؟ بيكون عليني ايه ولا لا هذا المعاش؟ كيف يعني قدرت تطلع السلم؟ بيكون علي المعاش. مكتوب تتاكد من الطلب قبل ما تزوج مدير الشركه. اوكي حبيبي يلا تشاو. ليك شو مهضوم حبيته. كريستي لوين رايح حبيبي؟ تعال اضرب ضربتين مساج. كثير مؤثر يوم ازعجني يو نو. ما بدك تشلح الجاكيت؟ لحقين نشلح شيء. يلا حبيبي يلا. هلا انتو كنتوا تقولوا لنا انه حزب الله منظمه ارهابيه. يا شو؟ طيب وهلا انتو متحالفين معهم؟ يا شو؟ اي مين نو شو؟ قوم يا حبيبي قوم، يلا قوم روح على المدرسة، يلا قوم خلصني، قوم روح على المدرسة. لو أمي محلك تفهمي أنا صابي مش طالع مني أنا. لا يا حبيبي بده يطلع منك، بده يطلع منك. لكن شو بدك تعمل لي؟ سنجري أو ميكانيسيا أو بلاط أو نجار؟ لا يا حبيبي لا يا تقبرني، لا دخيل إجريك ما تزعلني، بريضاي عليك. حبيلي يقولوا ابنة طلع محامي، مهندس كبير، حكيم كبير، دخيل إجريك يا أمي ما تزعلني منك. قوم قوم. دخيل اجريك يا امي دخيل اجريك، اوعى تروح على المدرسه دخيلك. شو امي معقول راسك؟ تركيني بدي اروح اتعلم. ولك لشو العلم؟ لشو؟ لتعمل مهندس وحكيم ومحامي وتقعد بلا شغل؟ ولك يا ابني ولك ما فكي ولك يا تقبرني، اذا بتحبني برضاي عليك روح اتعلم لك شي صنعه، سنجري، كهربجي، ميكانيسيان. حبيلي شوفك عم تلعب بالمصاري، لعب يا تقبرني برضاي عليك، ما تزعلني ما تروح على المدرسة. شيت مستر بريزيدنت ترامب. هو مهو هو مهو هو مهوش. يا يا ويلكم ويلكم. سيت. سيت يي فقت. سيت سيت الوالدي بتسلم عليك، بس ما انا فاضي تيجي معي هالمرة. شلقت كيف؟ في اقعد؟ يا فور شور. سيت 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 داون. ثانك يو ثانك يو. تيل مي مهو هو مهو هو مهوج. تيل مي واتس يور بروبلم. بروبلم مي نو بروبلم، بس ست الوالده بيج بيج فيري بيج بروبلم. كيف؟ مانقره معها منك على الاخر. مانقره؟ انكر؟ انكر شيب؟ لا لا مانقره مانقره يعني من انكري. كيف؟ انجري. Yes. Big Mama angry? Yes. Why? She angry you على الآخر. وبتقول لك السنة ما في لا كشك ولا مكدوس. No.
No, no, Mojo, please. Please, I love Mac Juice. I'm born of McDonald's. I love it. Sorry, no Mac Juice. دبر حالك، شلعت كيف؟ Why Big Mama angry? Big Mama angry لأنه بصراحة Big Mama ست الوالدة عم بتقول إنه ما بقى عم نفهم عليكم شيء بالسياسة، شلعت كيف؟ هلا أنتوا كنتوا تقولوا لنا إنه حزب الله منظمة إرهابية. Yeah, sure. طيب، وهلا أنتوا متحالفين معهم. Yeah, sure. I mean, no, sure. Dick Cheney? No, Dick Cheney. Dick تبعنا. What? خي نيكي هايلي، تعرفها؟ Yeah, we're ambassador in the United Nations. Yes. سفيرتكم بالأمم المتحدة. عم بتقول إنه سلاح حزب الله الإرهابي. Yeah, sure. Yes. وموقع سبوت نيك الروسي عم بيسأل هل انضمت قوات أمريكية إلى حزب الله لمحاربة داعش؟ Dick. No sure. وديك خي no sure. طيب Newsweek تعرفها؟ Yeah for sure. Yes. Newsweek تتحدث عن عمل مشترك بين إيران وأمريكا لمحاربة داعش من خلال حزب الله. Yeah sure. No sure. وديك موقع جولد ووتر يا خيي. Yeah. جولد ووتر تعرفه؟ Yeah I established it. أوكي عم بيقول قوات خاصة أمريكية لمحاربة داعش مع حزب الله. Yeah sure. شو شور؟ No sure. What? No sure. ISIS. ISIS? Yeah, sure. ISIS. What ISIS? شو ISIS? ISIS the Daesh. ISIS. Listen, Mojo. هيفش. Listen. Yes. We are against Hezbollah. Yes. نحن ضد Hezbollah. Hezbollah is a terrorist group. هو حزب إرهابي. But Hezbollah now is fighting ISIS. إنه يحارب داعش. ISIS. نحن مع Hezbollah الآن now لأنه يحارب داعش. This is politics. هيدي سياسة. سياسة؟ لكن ISIS بها السياسة. لا كيف؟ وديك؟ ديك تبعنا هالمرة. شلعت كيف؟ بدي اتصور انا وياكي، اكتب عالصورة بحبك يا ملاكي. لك يلعن حظي انا، يلعن حظي على الحظ اللي ناتعه، ما بفهم انا شو بيصير معي، يلعن هالحظ ولو. لك حسان؟ لك حسان شو بك؟ كل ما بمرق بلاقيك هيك حزين ومفقوس وراسك طايش، شو بك؟ شو قصتك اليوم؟ تركني بهمي يا اخي، مشان الله تركني. لك شو بك؟ خبرني شو في اليوم؟ هات لنشوف. يا اخي عطلان هم، يرحلونا على سوريا. شو عطلان هم؟ واحد بده يردوه على بلده بيعطل هم، لازم تكون مبسوط. يا اخي شلون بدي يكون مبسوط؟ بخي كيف شو شلون؟ للواحد بيحلم يرجع على بلده حلم هيدا. والله عطلان هم يا اخي، والله عطلان هم. شو عطلان هم يعني؟ انه انت عليك شيء مذكرات توقيف هونيك او في شيء هيك يعني؟ اعوذ بالله، لا يا اخي لا. لك انا انه عندك مشاكل بده ياخذوك على الجيش او شيء؟ لا لا الحمد لله خادم عسكريتي انا. ما في عندك شغل يعني بسوريا بتلاقي شغل او شيء؟ لا شلون بسوريا الشغل مقتل بعضه. طيب منيح، عشو عطلان هم لكان؟ يا أخي ما بعرف، هوني خلص تعودت على البهدلة، تعودت على العجقة، هونيك ما في عجقة، وبعدين هون كل ما تمشي شوي بتقلب بجورة، هونيك ما في هالقد جوا، وبعدين قصة الهاوس، وطي هاوس، علي هاوس، وطي هاوس. اجت الدولة راحت الدولة. 100%، وبعدين الغلا، دفع الفواتير، هاي دول كله ما في عندنا منهم، خلص البهدلة والتعتير صاروا بدمي يا أخي. وبعدين ما تنسى المثل شو بيقول؟ شو؟ بيقول اللي بيغير عادته بتقل سعادته. ايه؟ خلص مشان الله تركني. لك ما لا واحد هيدا. خي أنت روح ولا تحكلوا للهم، روح بس. Ah!
لحظة سوري سوري دوموزيل بس عم اتحشر بس شايفك شايفك ما عرفتنا؟ فكريني انت مين؟ ايوه شفتك بس فين؟ احنا نعرف بعضي لكن العيون مستغربين انت مين؟ انت مين؟ ايوه شفتك بس فين؟ تا 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 را 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 بدي اتصور معك فيا؟ بدي اتصور انا وياكي اكتب عالصورة بحبك يا ملاكي اذا تصورتي مع حدا غيري بخزق الصورة وقلبي بينساكي بحبك بحبك كتير زيديني عشقا زيديني يا احلى نوبات جنون زيديني شو حلو الحياة معقول في ناس هالقد متواضعة؟ متواضعة؟ لسا الدنيا خير يا حبيبي لسا الدنيا خير أصلي بحب الخير لا حبيبي واتمناه للغير باي يوم الوداع الحب ضاع والقلب حس الضياع رح يوقف قلبي كل ما بتيجي ضربي من نوابي ومن وزرائي ومدري مدري منين مصايب بكترة تدفشني للهجرة كيف بسافر اهرب هاجر بس لوين صرت محمس عالسفر في الوضع الزفير هاجر والله احسن لي من موتي عالسكين هاجر والله احسن لي من موتي عالسكين غمض هالعينين ارتاح من الدين بس لوين